تواجه أكثر من 7000 عائلة سورية تقطن مخيم دوميز الواقع بمحافظة دهوك شمالي العراق ظروفاً معيشية صعبة، مما اضطر النسوة هناك لإيجاد مصدر رزق لهن ولأطفالهن من خلال مشاريع تجارية صغيرة تهدف لتحسين أوضاعهن داخل المخيم، سيما بعد انقطاع المساعدات المقدمة لهن من المنظمات الإنسانية بحسب تعبيرهن. بعد ما توفى زوجي يعني ما شفت شيء اشتغل فيه غير انه لو بايدي الصنعة، يعني كنت حابة الخياطة وعندي 7 اولاد صاروا ايتام، يعني انجبرت يعني اشتغل شغلة يعني يطول معي وكل مالي يعني اتقدم فيه اكتر واكتر. ومارست، اهلي ساعدوني، اشتريت ماكينة واشتريت شوية عدة وغراض والحمد لله اشتغلت بالخياطة وشوي شوي كونت حالي. مسؤولو المخيم قالوا أن ما نسبته 50% من النسوة المتواجدات هن بلا معيل، فكان لابد عليهن من إيجاد حلول لهذه المشكلة. حسب الظروف المعيشة كثير منهم صارت عندهم مشاكل بالنسبة لهذا الشيء، لأن المشاريع الصغيرة اللي وردت بالمنطقة مو هي الكافية لحتى تقدر يستوعب المجموعة الكاملة من اللاجئين. فبهيك الحالة صارت الناس بداية من مشاكل ما يقارن أكثر من نسبة 50%، يعني اللي من متوفين أزواجهم، وخاصة وبهالظروف اللي نحن عايشين فيها نلاقي بيت أكثر من بيت يوجد المرأة هي المعيلة لأهلها. وتم إنشاء مخيم دوميز عام 2012 لاستضافة اللاجئين السوريين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب، حتى بات أكبر المخيمات بعد أن تمت توسعته عام 2013. وتستمر معاناة هؤلاء النسوة ويزداد حنينهن للعودة إلى الوطن، عله يداوي جراحهن النازفة من جراء الفقد.